أيضا هناك أرقام تتعلق بالمنتج المنفذ هنا في الجزائر سيد ياسين العلوي، أو شركة ليث ميديا اللي كانت تسير ملف الأمير عبد القادر. لا لا لا، لأنه ياسين العلوي معروف في الساحة الثقافية والسينمائية، وأنتج كثير من الأعمال، منها فيلم كولونيل ولا حتى فيلم زبانة للمخرج سعيد ولد خليفة. وبالتالي كي نقولوا شركة ليث ميديا، لازم نقولوا حاجة أيضا رشدي، أنه كي نشوفوا الرقم هذا بتات عندنا حنايا ماشي موالفين بالارقام الضخمه هذه لي سوم استرونوميك تاع 40 مليون ولا 20 مليون دورو، لكن في الافلام التاريخيه في امريكا الافلام هذه ضعيفه، لي فيلم هيستوريك ديباس لي 80 مليون دورو. اسمح لي نكمل لك، فيها كونستركسيون ديكو. نعطيك مثل، مثلا ما نشكش في هذا الامر، هذا امر ربما بديهي. نعم، مثل وحيد نعطيك لو كا تاع لو فيلم كينغدوم اوف هيفن تاع ريدلي سكوت اللي تصور في المغرب، اللي كان عنده يعني سي سوبر برودكسيون حول لي كروازاد وفيها صلاح الدين الى غير ذلك. الفيلم صور طلب 100 مليون دولار. هذا الفيلم دولار. هذا الفيلم شفناه وشفناه على بالي، انا اتفق معك، فيلم اتفق معك اللي ما تصورت فيه حتى الكاميرا ما تصورت معك. ايضا على نقطه مهمه، هذا الشيء تحويل مبالغ مهمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. أنا نتساءل، وهنا مسؤول تاع لارك السابق يقدر يفهمنا شوية، كيفاش نديروا دي فيرمون كوبرودكتور ولا سيناريست مازال ما بداش تورناج تاع الفيلم. استادير السيناريو مازال ما بداش التصوير تاعو. شوف هنا، هذا هو المشكل. هنا باش نقولوا كما قال لك رشدي، هو المشكله الاساسيه نتاع هذا الفيلم انه ما تصورش ولا ثانيه. صح صح. اما الان لو نتكلموا نظريا مثلا على الفيلم وش يكلف وكيف تم التحويلات، احنا لا احد يناقش اهميه هذا الفيلم واهميه التحويلات. علاش تم هو طرح سؤال قال لك علاش التحويلات ممكن قبل التصوير. قبل التصوير، لانه شوف هو كاين شيء انت تكلمت قبل على الاجراءات بالنسبه لعمليه التحويل. صح. لو ماهوش موجود بند يسمح للجهه المنتجه او لوزاره الثقافه انها ترخص بتحويل هذا المبلغ كتسبيق، يعني نسبه معينه احيانا تكون 20% 30% مع امضاء العقد حتى ينطلق المنتج المنفذ في عمليه التصوير او في الـ في, الـ في الاجراءات اللي يخولها له العقد. نعم. لو ما تكونش هذه الماده يستحيل انه يكون تحويل، وبالتالي هناك ماده اللي تتكلم على تحويل هذا المبلغ. صحيح. دونك المنتج فيليب دياز الى سما نقدروا نقولوا ركب العقد تاعو. ركب موجوده في كل العقود. لا بصح اكيد لما تعمل عقد مع منتج منفذ. صح على بالي. اكيد في تسبيق 20 30 صح. ما عنديش تفصيل للماده، ولكن مليون يورو. خلينا فيصل راح يقول نقطة مهمة، فيصل راح يقرأ نقطة مهمة. المبلغ هذا 17 مليون يورو. نعم نعم. يقدرش يكون تسبيق هذا. تقريبا نصف. لا لا لا، وأمر بالتحويل، أمر بالتحويل. هو 2 مليون و300 من 17 مليون. إيه. شحال هي؟ 17 مليون. نزيه، احنا مانيش نتكلموا على، مانيش نتكلموا على أمور افتراضية. أنا نتساءل. مانيش نتكلموا على أمور افتراضية، نتكلموا على وثيقة موقعة من طرف وزيرة الثقافة السابقة خليلة تومي تأمر بالتحويل. نعم نعم. كي نقول تأمر بالتحويل، هدرنا على 2,350,000 نتاع فيليب دياز، هدرنا على 17 مليون أورو، ونحضروا أيضا على هذو كيفاش نسميوهم؟ ليزاميزغول هذو شغل حاجة سقايل. لا لكن أنا شرحت لك رشدي أنه مادام تم التحويل فأكيد فيه مادة اللي تسمح. لأنه مع رخص التحويل يطلب الملف كاملا وخاصة العقد اللي يربح. لكن هل هناك مادة تسمح باسترجاع الأموال في حالة عدم تصوير الفيلم؟ أكيد أكيد أكيد. وفيه مواد تتكلم حتى على العدالة فيما بعد، وفيه أكيد هو باش نعمل عقد. أنا ما قلت لك يعني التفاصيل ما نزيه، هذه ورقة أخرى. التفاصيل الآن ما عنديش، ولكن أكيد الطرف المنتج سي نورمال هو قال لك فيليب عمل حساباته بمواد، ولكن الطرف الجزائري أيضا كان لازم يعمل حساباته بمواد من هذا النوع، لأنه مبالغ كبيرة. 17 مليون دولار تعداها فيليب دياز يعني رجعها للجزائر. لا لا لا، أنا عندي وثائق تاع فيليب دياز موقعة من طرف المنتج والمخرج فيليب دياز اللي فيها تحصل على أمواله. نعم. هناك ايضا وثيقه ربما هو بالعكس في بعض الحالات مثل هذه يزيد هو يلومك، وممكن يروح معك للعداله لانه يقول لك مش انا اللي وقفت العمل. صح صحيح. يقول لك انا خذيت الاجراء تاعي، وممكن يعطيك حتى فواتير، يجيب لك حتى فواتير
نو اجراءات قام بها في اطار العمل تاعو وممكن اشتغلوا تتجاوز المبلغ هذا وبالتالي روح معك البعيد قعدوا ثلاث شهور في بريباراسيون سليم هذه ورقه اخرى هذه وثيقه اخرى تتعلق بمبلغ اخر لفيليب دياز هو 1,250,000 والله راه باك رشدي انت تتكلم على فيليب دياز لازم نفهموا هذا الانسان شكون بين قوسين والمنتج هاي باسكو واش تجربته واش تجربته يعني في السينما العالمي فيليب قبل ما تهدر على تجربته خليني نعطيك معلومه اخرى قبل ما الملف هذا تاع فيلم الامير عبد القادر يمنح لفيليب دياز ويعطيه هذه المبالغ الكبيره الصحافه الفرنسيه كانت تتحدث قبل 2012 عن فايت نتاع هذا المنتج صح كانت تتحدث على افلاس كان على وشك اعلان افلاسه فيليب دياز ميزانيه فيلم وكان الامير عبد القادر هي التي انقذت المنتج فيليب دياز من الافلاس متفق معك من اعطى هذه الميزانيه الى فيليب دياز ومن اختار هذا المخرج هذا هو المشكل من اختار فيليب دياز نظن انه فيليب دياز الى ارناكي ان بتي بو تو الموند اوكي ارناكي قال كلمه نو انا شفت فيليب دياز جاء في 2011 نظن عرض الفيلم وثائقي ما داش فيلم سينما هو باش نتفاهموا فيلم وثائقي اسمه لا فان دو لا بوفروتي نهايه الجوع نهايه الجوع نهايه الفقر باش ولا كنت حاضر فيصل نهايه الفقر صار الكوسموس انا ذاك كان المنتج والديستريبيوتور مالك علي يحيى هو اللي جابه كي جابوه قال لهم داروا سكول ابيل ان ديني مع وزير الثقافه وكان انا ذاك جو بونس كان بجاوي كانوا الناس اللي مدام ياحي ايغالمون قال لهم انا نعرف كاع لو موند تاع هوليوود في جي اون سوسيتي على لوس انجلوس جو كوني تو لي موند لو موند تاع هوليوود يعني عنده علاقات مهمه وعاون يعني عاون وزاره الثقافه هو اللي جاب مثلا اوليفر ستون الفيلم الملتزم اسبوع قبل الفيلم الملتزم 2012 لا ماشي 2011 2011 هو اللي جابوه وكان يعني قالوا له طلبوا منه باش يكون مخرج فيلم امير عبد القادر ورفض اوليفر ستون رفض هو اللي جاب خاطر اوليفر ستون جا سمانه قبل الفيلم الملتزم قبل ديسمبر 2011 جو كوا نو 2010 جو كوا وقال لهم ما نقدرش نحضر مهرجان الفيلم الملتزم لو فيلم اونجاجي وجاب هو اللي جاب وطلب من شارل بيرنت انا ذاك وبريزونتا الفيلم تاعو ناميبيا سي تو تشوفي ناميبيا 2009 تماك اتفقوا معاه باش يدير الفيلم كمخرج تاع الفيلم الامير عبد القادر سور بروبوزيسيون دو فيليب دياز فيليب دياز هفهم كاع قال لهم انا نعرف هوليوود نعرف كذا وهو عاون واش علاقة احمد بجاوي بهذا الملف؟ ما نظنش عنده علاقة بجاوي باش نتفاهموا انا ذاك في 2012 ما كانش ايتي بلو جو كوا كونسي ابري 2010 ايتي بلو كونسي لكن هو اللي سير الملف نتاع فيلم بوشارب اللي كان راح الاوسكار كان عنده علاقة مهمة مع فيليب دياز عنده علاقة مهمة ونظن انه بجاوي كان مع انه راشد بوشارب هو اللي يخرج الفيلم امير عبد القادر لافي ديكلاري سا ومن بوشارب هضر معنا في فيستيفال دو كان 2010 قالنا جو سوي انتريسي با لا سويت الى شونجي دافي المطايات هذه وصلت يعني ثم كوكالا بعدين نزيه ولا لا اسمح لي نكمل تفضل على ليبوك مالك علي يحيى كي جابوه ورا الفيلم تاعو سيتي بور كونفانك لو مينيستير دو لا كولتور باش يدير لو فيلم كارل ماركس ا الجي باسكو كارل ماركس كان حضر كان عاش هنا في الجزائر وكان راح يدير بروجي تاع كارل ماركس حتى مصطفى وريف كان اتفق معاه تلاقاو في ستون تاع لارك في كان وسينيو مام جو بونس ان بروجي باش يديروا الفيلم ومن بعد سي طومبي الو دونك هذا المخرج والمنتج ما عندوش صوره غير معروف في الساحه الفرنسيه مثلا في باريس معروف بالك en tant que producteur de documentaire باش نتفاهموا de document il n'a jamais fait de long métrage de super long métrage عنده غير الوثائقيات عنده ولي فيلم اونجاجي سي فيلم بوليتيك ما عندوش فيلم روائي يعني لماذا السؤال يا رشدي وربما سليم ونزيه لماذا لم يتم اختيار مخرج جزائري او عده مخرجين مع العلم انه محمد الاخضر حمينه كان طلب انه كان طلب الاخضر حمينه كان طلب ونظن كانت عندنا سكون ابل ان كومبلكس عقدة خاطرش مازالت موجودة لانه انا ذاك
كانت توت لي سوبر برودكسيون. جو بونس كو لو فيلم كينغدوم اوف هيفن اللي على صلاح الدين ريدلي سكوت ولا على ليبوك لي كروازات اللي داروه في المغرب حروب صليبيه ورا يعني النجاح تاع الفيلم هذاك وصوروه في المغرب قال حنايا ما نقدروش نديروا فيلم هكذا وكان يعني نمدوه لواحد اجنبي نمدوه واحد اجنبي ونصوروه في الجزائر كما داروا المغاربه لكن المشكل انه المغاربه ما شاركوش في الانتاج ايه نو بريتي لوي كو لي ديكور. نوليو الفيلم الامير عبد القادر ربما اغلب الوثائق اللي بحوزتنا موقعه من طرف من طرفين وزيرة الثقافه خليده تومي وانا ذاك مسير المشروع هذا اللي هو كان طبيعه الحال كوكاله لارك اللي كان يديرها انا ذاك سيد مصطفى اوريف. كثير من التوقيعات او المراسلات ما بين فيليب دياز ومصطفى اوريف تحدثت عن تفاصيل متعلقه بتحويل الاموال وطريق العمل ايضا. هل تعتقد انه الوكاله نازيه في هذاك الوقت ما عرفش تسير المشروع؟ لانه عندي وثائق راح نعطيها لك وربما المشاهدين راح يشوفوها على الشاشه تتعلق بهذا الشق. ما نظنش مساله ما عرفش تسير، انا الشيء اللي نعرفه فقط ان لما جيت للوكاله الافريل 2015 هذا الفيلم لانه تغير بعدها تغيرت وزير الثقافه اللي كانت سيده العبيدي ثم جاء عزديمي هوبي، تغير الوزير الاول كان عبد الملك سلال ثم جاء السيد احمد ويحيى، وبالتالي ملف كما هذا دائما تطلب منه تقارير، فكان تقارير خاصه هي كرونولوجيا الاحداث يعني منذ امضاء العقد الى غايه يعني انتهاء العمليه او غلق الملف، فهذا هو تقريبا اللي كان مطلوب. ولكن تلاحظ انه ديبارتمون سينما مثلا دائره السينما بالوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي هي في الحقيقه هي المفروض اللي تسير تفاصيل اي مشروع سينمائي. بالنسبه لفيلم الامير عبد القادر دائرة السينما ما كانتش عندها علاقة تقريبا بهذا العمل. واش تقصد يعني باللي نحاوها من التعاطي مع هذا التعامل وخلاوه تعامل غير مستقر؟ التعامل لأنه خاصة في بدايته نظن هذا هو تفسير، لأنه أنا أيضا تسألت على ما هو تفسير دائرة السينما ما كانش عندها علاقة مباشرة بتفاصيل المشروع. خلينا نوضحوا فقط، دائرة السينما اللي داخل على مستوى الوكالة بالتأكيد، لكن جميع الوثائق موقعة من طرف المدير لأنه كان مدير الوكالة مصطفى أوريف. نعم، لأنه نظن لأنه المشروع كان في بدايته وكان يتعلق خاصة بالعقود بالوثائق بالمراسلات وبالتحويلات. فأغلب لهذا توجد ممكن أغلب الوثائق اللي عندك تلقاها ما بين وزير الثقافة آنذاك وما بين المدير العام للوكالة آنذاك، وما توجدش مثلا لأنه المفروض توجد وثائق من بعد في سير العمل، لأنه لما يبدأ يسير العمل لو مشات الأمور الإنجاز هنا كانت تدخل دائرة السينما في الموضوع وتوجد فيها إمضاءات لرئيس الدائرة اللي كانت آنذاك اللي رايح حاليا بوزارة الثقافة وغيرها. نظن هذا هو السبب اللي خلى هذا اغلب الوثائق اللي راهي عندك كانت ما بين وزير الثقافه وما بين المدير العام اللي كان هذاك سيد اوريف. نعم، اللي مازال ربما الملف يتابع فيه لحد الان. يعني مصطفى اوريف كان من بين الشخصيات المهمه في المشهد الثقافي وخصوصا السينمائي قبل 2013، وبعدين لما راح مصطفى اوريف الملفات كامل راحت معاه، كثير من الاسئله راحت معاه خصوصا ما تعلق وطاحوا عند ما هي في الثقافه والناس، لانه لاول مره مشاهدينا الكرام مثل هذه الوثائق تكشف للراي العام، وهي وثائق كثيرة راحين تقرأوها ربما في الأيام القليلة القادمة على صفحات متعلقة أو على صفحات شروق وبعض المواقع الأخرى، لكن لأول مرة مثل هذه الوثائق تكشف للرأي العام تتعلق بالاتفاقية اللي فيها كثير من التفاصيل حول هذا المشروع وكيفية إنجازه والأموال المرصدة إليه، تتعلق أيضا بمراسلات ما بين فيليب دياز ومصطفى أوريف باعتباره مدير الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي. آخر مراسلة اللي هي أنهت علاقة فيليب دياز بمصطفى أوريف، هذه مراسلة إلكترونية ولا مصطفى؟ هذه في الإيميل. إيميل في الإيميل يعني إيميل. يعني وصلتوا الإيميل مراسلة خاصة من بريد الإلكتروني لمصطفى أوريف ويكيليكس ثقافة ونفس. هذا الايميل تاع اوريف هذا الميل تاع اوريف. كيفاش طاح عندك؟ هذه امر انت صحفي اعلامي تعرف كيفاش تصرى هذه الامور. اسيدي نعطيك الشرف باش تقرا هذه المراسله اللي فيها